اتصالات المغرب المسدد الرسمي للفريق الوطني. منتخبه الوطني استقبل بالورود والأهازيج من طرف الجالية المغربية وأيضا من المشجعين الذين شدوا الرحال مبكرا نحو الكوت ديفوار. كيف كان الاستقبال وكيف مر اليوم الأول للمنتخب المغربي؟ الإجابة في هذا الروبورتاج لبعثة قناة ميديا ان تي في إلى أبيجون، الزميلين نوفل عاملة وعبد الصمد المنتصر. عتمة المكان لن تدوم طويلا، فخطوة للأمام ستنير الدرب لمن يشاهد، لمن جاء ليتابع عن قرب وصول منتخب عاد من بعيد ليؤكد من جديد أن الأسد يمرض ولا يموت. الرحلة القادمة من باريس ستصل قريبا. عزيزي المسافر، مطار فيليكس هوفويت بواني سيقدم لك اليوم خدمة مجانية تتمثل بالاستمتاع بأنغام مغربية تصلح بها حناجر من جاء من مدن الكوت ديفوار ومن آخرين تحملوا عناء السفر لأبيجان من أجل دعم منتخب يبحث عن تأشيرة العبور للمونديال. تأخرت الطائرة القادمة من الرباط، ولكن الحماس في قلوب هؤلاء الأنصار لم ينفد بعد. شيب وشباب، نساء وأطفال ورجال ازدانوا بعلم قدره أن يرفرف في كل سماء ليؤكد لأبناء رونار أن هذا المنتخب لا يسير وحيدا. حتى أهل الدار جاءوا للترحيب بالزوار، فهؤلاء أرادوا أن يرسلوا رسالة ترحيب لابنهم البار حمزة منديل المنحدر من أصول إيفوارية وإن كانت أمه مغربية. Comme il vient juste à peine là, il vient chez lui en Côte d'Ivoire, puisque sa mère marocaine mais son père ivoirien. Donc un petit nom que son frère c'est un ivoirien, donc ça ne nous gêne pas de venir nous soutenir. وصل الفرسان فتعالت صيحات الأنصار ترحب بمن جاء لأبيجان بحثا عن المجد عبر حجز تذكرة العبور للمونديال. فجر يرقص على أنغام مبروك علينا، وحارث والرفاق يؤرخون لهذه اللحظة التاريخية. أبناء رونار اليوم تأكدوا بأنهم في مهمة وطنية يساندهم فيها مغاربة آمنوا بأسد زأر في باماكو والرباط والبيضاء ولن يخلف الموعد هنا في أبيجان. أنا من الجالية المغربية اللي عايشة في الكوت ديفوار. إحنا باغي المغرب إن شاء الله يتأهل لكوب دي موند إن شاء الله، وباغي الرباح نجيبه من هنايا وإن شاء الله. كانت منا والمنتخب المغربي واحد نتيجة اللي تكون هي مشرفة جدا، وكنطلبوا من جميع الجالية المغربية كما طلبنا منهم على أن نكونوا يد واحدة وقلب واحد وتشجيع المنتخب المغربي باش يمر إن شاء الله عند جدارة واستحقاق. هذا كنبغيو الوطن ديالنا، وعزيز علينا الوطن، وعزيز علينا ملكنا، وعزيز علينا شعبنا، وإن شاء الله التأهل إن شاء الله والرباح في كوت ديفوار وديما مغرب. المغرب غادي يربح إن شاء الله، وما جايين وحنا غادي نجيو ناكيهم. نحن مع أون توكا من الأول حتى للتالي، وكنتمناو إن شاء الله أننا نتأهلوا إن شاء الله لكأس العالم. هكذا غادرت حافلة المنتخب الوطني المطار، وهذه هي الصورة في الطريق المؤدي لملعب الملحمة. منتخب إيفواري غريب بين أهله يصل لمواصلة التحضير لقمة السبت. قلة من الأطفال اصطفوا أمام الملعب، منهم من هتف باسم الفيلة، ومنهم من صوب أسهم الانتقاد لجيرفينيو والرفاق في مشهد يؤكد من جديد أن الفيل ليس في أفضل حال. شتان ما بين منتخب يحظى بدعم في الغربة من الأنصار وآخر يعيش غريبا في الديار، في مشهد يؤكد من جديد سوء النتائج التي لاحقت منتخب الكوت ديفوار بعد تعادل بطعم الهزيمة أمام نسور مالي وهزيمة مذلة أمام فهود الجابون. نوفل العوام لعبد الصمد المنتصر، ميديا ان تي في، أبيجان. اتصالات المغرب المسدد الرسمي للفريق الوطني.